هو الحقيقه يعني فعلا زي ما تفضلت يعني كانت وظيفه الحمد لله من فضل الله علي وانعم بها الله علي، لكني يعني باختصار ارتأيت اني قدمت كل اللي عندي الحمد لله، يعني خدمت وتشرفت بخدمه الوطن قرابه 14 سنه او اكثر من 14 سنه، فالحمد لله يعني هذه نعمه امتن الله بها علي وتشرفت بخدمه بلادي. ثم الصراحه حسيت ان ما عاد عندي شيء اقدمه يعني، وحبيت اني اغير مجال عملي، وللأسف أنا تعلمت حكمة وهي جيدة صراحة تدفع الواحد للعمل، بس قد تكون مكلفة على الواحد اللي يقول لك وما الحياة دون جديد يدهشك. فحسيت أن ما الدهشة وقفت، فقررت أني أطلع وأشوف الدهشة في مكان آخر، والحمد لله يعني لقيت دهشات ولا أزال أبحث عنها. طيب أنت كم استمريت في العمل؟ تقريبا 14 سنة، 14 سنة ونص تقريبا. يعني بعد ال 14 سنة محمد يقول أبو عيسى أنه خلاص أنا وصلت إلى مرحلة اللي ما أحب الروتين المستمر هذا، فلا بد أني أغير بالضبط الجانب. طيب وجدت طلتك في السوشيال ميديا وفي الأشياء هذه؟ هو الحقيقة أنا ما توجهت ابتداء للسوشيال ميديا، ولا أقدر أصنف نفسي أني مثلا من رواد مواقع التواصل بالشكل اللي الصورة الموجودة عند الناس، يعني ماني بصاحب ظهور متكرر أو كذا. أنا الحقيقة اتجهت إلى مهنة المحاماة، ودخولي في مهنة المحاماة فتح لي آفاق، ودخلت في السوشيال ميديا أو مواقع التواصل سواء على مثلا تويتر أو اليوتيوب أو السناب. كان في البداية الدخول كان هدفه فقط نشر ثقافة قانونية بشكل عام، معلومات اللي تفيد مثلا طلاب القانون أو المقبلين على القانون، بعض العقبات اللي تواجه مثلا المتدربين المقدمين على الوظائف كيف يتجاوزوا مثلا مواضيع المقابلات الشخصية. وتطور مع الأمر إلى ما صار يعني عندي قوالب أنتجها سواء مثلا على مثلا منصة السناب أو اليوتيوب أو حتى التويتر، اللي هي نشر معلومات في قالب قصة. وطبعا القصص هي اللي أكثر شيء اشتهرت به. طيب أنا برجع لموضوع